الاهلي، لا الاهلي دايما بيستفيد في من اخطاء مشاكل، تحكيميه. دايما في مشاكل. قول لي، قول لي بس الخطا في اي مباراه افريقيه ليه باللي انت ذكرت اسمائهم ليه دول. دايما ليه دايما يعني قول لي حتى شفت يا فندم، يا فندم شفت تصريح السيد عبد الحفيظ على الهواء بعد الماتش هو مع الحكام في الاستوديو التحليلي؟ قال له ايه؟ قال له طالما فزنا احنا كده التحكيم تمام. انا ما سمعتش كده، انا ما سمعتش على الهواء، لا ما اتقالتش الكلام ده يعني. انا يجبالي عموما يجبالي اتوسل ايه؟ تعالى ننقل بقى لحاجه ثانيه. توصل الاول انا بقى بألف زيك. ثواني بس، لا ثواني بس ثواني. هو موضوع اهم قلعه رياضيه في مصر، هل فعلا نادي الزمالك حطه كشعار رسمي او سلوجان على الكارنيهات او على هيتحط جوه النادي او كده؟ انا عايز، انا عايز اكد فيه بجد. في ثلاث حاجات معلش ثواني من حق اضحك. انا بس سؤال، انا بس سؤال، تضحك على سؤالي؟ لا انا مش بضحك على سؤالك، انا بضحك على هو هي المشكله في حاجه يا استاذ احمد. من يوم ما الزمالك خد السوبر الافريقي وبعديها الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر والدنيا مقلوبه، الدنيا مقلوبه، ما تعرفش فيه ايه، ما تعرفش فيه ايه. الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، ايه اللي بيزعل؟ ايه اللي بيزعل؟ الزمالك اولا، ايه اللي زعل؟ الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، ايه اللي بيزعل؟ وانا عملت موضوع بالمستندات اتنشر في صفحه كامله في جريده الكاس السعوديه. على الجانب النادي الاهلي واسره النادي وجمهور النادي الاهلي يقول من وجهه نظره وشعارات اخرى. يا عم يقول احنا ما بنزعلش. طب ما هم ليهم 70 سنه بيقولوا الاهلي فوق الجميع، فوقهم فوق، تحتهم احنا مالنا؟ حد زعل؟ ما ليهم 70 سنه بيقولوا الزمالك هو الاهلي هو بطل الابطال في العالم، اعظم نادي على فكره، حق اعظم نادي في الكون. حد زعل مننا؟ جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي يرى ان النادي الاهلي براحته فوق الجميع، ده حقه، براحته، ده حقه. حد ولا زعلنا؟ الجمهور مش مسؤولين، ان انت مش مسؤولين. معلش يا استاذ محمد، لا لا يمكن ان، لا يمكن ان تتهكم على خالص شعار يحبه ويحترمه النادي الاهلي. انا بقول لك ايه، بس لا أزلك. مش بتهكم يعني. الاهلي فوق الجميع، حق اصيل لجمهور الاهلي ان هو يقوله. طيب بيتقال من امتى؟ ما تتهكمش عليه. لا بيتقال من امتى؟ بتتقال من امتى؟ من 700,000 سنه. تمام. شفت حد من الزمالك زعلان؟ لا الاهلي نادي بطل العالم، شفت حد من الزمالك زعلان؟ اشمعنى انا لما اقول الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر كانك ضربت قنبله ذريه؟ طيب الزمالك بقى هيعمل ايه بقى في الزمالك؟ ثلاث شعارات: الزمالك اولا، الزمالك نادي القرن، اهم نادي القرن العشرين بالبطولات، الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. لما هيبقوا في المخاطبات الرسميه وهيبقوا هياخدوا قرار مجلس اداره ان دول هيبقوا في الحاجات الرسميه. ايوه والله بتتكلم جد. ايوه ايه اللي، ايه اللي يضيرك انت وايه اللي يزعلك؟ اعمل انت نادي، اعمل انت بس في البتاع. تعالي كده يا زوري، انت يعني ده امر يخص نادي الزمالك. امر يخص نادي الزمالك، وهو نادي الزمالك للاسف بيقع في الاخطاء دي متكرره من جانب المسؤولين للاسف. ازاي يعني؟ يعني هتبص هتلاقي نادي الوطنية والمبادئ، ونادي الكرامة، الوطنية والكرامة. ونادي الوطنية والكرامة، تمام. ونادي القرن الحقيقي، تمام. وادي اكبر قلعة رياضية في مصر، تمام. وادي ايه، ايه مش فاهم. تتلون. انا ما بقولش ان في اخطاء. ثواني يا زوري، انا دايما انا ببحث عن سلوجان يعيش معايا خلاص. مش سلوجان بيبقى مرتبط بفترة ما. ده حاجة خاصة بالزمالك برضه، دي حاجة خاصة بينا يا اصلا حبيبي. انا بقول رأيي في الـ في الـ ايوه آه 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 انت انت مش عاجبك ده. انا بقول ان نادي الزمالك ما بيقدرش يثبت على حاجة.